أهلا بيكم كي جي 2، معاكم ميس نجلاء من مدرسة فيوتشر بايونيرز، والنهاردة هناخد حرف من حروف اللغة العربية. تعالوا نشوفوا حرف إيه. حرفنا النهاردة اسمه شين. اسمي شين، صوتي ش، صوتي ش ش ش. تعالوا نشوف شكل حرف الشين في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. حرف الشين طبق صغير طبق صغير فوق السطر، طبق كبير تحت السطر، ومنساش عليه كم نقطة؟ ثلاث نقاط، نقطة ونقطة فوقيها نقطة. طيب حرف الشين لما بيجي في أول كلمة يا أصحابي قلنا بيعمل إيه؟ بيفرد إيده، هيوقع الطبق الشائي بتاعه لتحت السطر ويفرد إيده، زي كلمة شمس، شمس، شمس. الشين هنا في أول كلمة عملت إيه؟ فردت إيديها. طيب هنا الشين في وسط الكلمة زي كلمة مش مش، زي كلمة مش مش. ميس نجلاء هنا الشين عندي اتنين. ايوه الشين في وسط الكلمة، ها فرد ايديها الاتنين، مسكت الحرف اللي قبلها ومسكت الحرف اللي بعدها. طب في اخر الكلمة يا اصحابي رجعت لاصلها. طيب تعالوا نشوف كلمة تانية برضو حرف الشين في اخر الكلمة، زي كلمة عش، زي كلمة عش. الشين هنا ايه؟ في اخر الكلمة رجعت لاصلها. يبقى حرف الشين من الحروف اللي بتحب اصحابها الحروف بتفرد ايديها الاثنين في وسط الكلمة، وزي ما اتفقنا الحرف في اول الكلمة بيعمل ايه؟ بيفرد ايده، في وسط الكلمة بيرجع لاصله. الاصوات القصيرة مع حرف الشين، شين فتحة ش، ش زي كلمة ش، ش شجرة. طب احنا اتفقنا ان حرف الجيم بننطقه جه او جه، يعني اقول شجرة او شجرة. يلا تعالوا نستهجى حروف نقول الهجاء بتاع كلمة شجرة. اول حرف ايه؟ ش، ش، شين، ش، ش عليها فتحة وفردة يديها في اول الكلمة، ش، ج، ج صوت الجيم. الجيم في وسط الكلمة هتفرد ايديها الاثنين، تمسك الحرف اللي قبلها وتمسك الحرف اللي بعدها. شجر ر، صوت الراء، شجر ره، ها ها. قلنا صوت الهاء في اخر الكلمه بنطق بكتبه ايه؟ تاء مربوطه. يبقى شين فتحه ش، ش، شجره. شين ضمه شو، شو زي كلمه شو، شو، شعله، شو، شو، شعله. تعالوا نشوف كلمة شعلة، شين عليها ضمة وفردة إيديها، شو ع، حرف العين في وسط الكلمة هيفرد إيده الاتنين، شعلة. طيب هنا اللام آخر حاجة؟ لا أنا بقول إيه؟ شعلة، ها ها، علشان كده اللام برضو هيمسك الحرف اللي قبله والحرف اللي بعده. طيب شعلة، ها ها، قلنا لما بسمع صوت الهاء في الآخر بكتبها إيه؟ تاء مربوطة، وهنا التاء المربوطة ليها رقبة علشان اللام بيحب أصحاب الحروف ويعمل لها إيه؟ إيد طويلة ويعمل إيه؟ التاء المربوطة. طيب يا أصحابي شين كسرة شي، شي، شراع. اللي أنا مشاورة عليه ده يا أصحابي ده اسمه إيه؟ شراع. ده اللي بنعرف إيه؟ اللي بيخبط فيه الهواء علشان المركب تفضل ماشية. شي، شي، شراع. أول حرف إيه؟ شين فردة إيديها وتحتيها الكسرة، شي ر ر صوت الراء، شي را را. الراء صوت طويل يبقى بعديها مد بالإيه؟ مد بالألف عشان عليها فتحة، شي را ع. صوت العين آخر الكلمة هترجع لأصلها، نص دايرة فوق السطر ونص دايرة كبيرة تحت السطر. زي ما احنا اتفقنا يا اصحابي ان السكون ها مش بتيجي في اول الكلمه، لازم تجيب حرف قبلها وتشيل حد من اخواتها الحركات القصيره، فتحه، ضمه، كسره. تعالوا نشوف هنا كلمه ايه كلنا بنستخدمه وبنسرح بيه شعرنا، اسمه ايه؟ مشط، مش، مش. يبقى صوت الشين ايه؟ ش. صوت الشين ايه؟ ش. يبقى هنا ميم فرد ايديها تحتيها الكسره، ها جابت من حد من اخواتها السكون اللي هو ايه؟ على حرف الشين، مش، مش، ط، ط، ح،
حرف الطاء، صوت الطاء مش ط مش ط، يبقى صوت الشين ش، صوت الشين ش. أما يا أصحابي الأصوات الطويلة مع حرف الشين، شين فتحة صوت مع مد، صوت طويل مع مد بالألف شا شا، شين فتحة مد بالألف شا شا، زي كلمة ها من شار، من شار، من شار. طيب هنا المنشار ده بنستخدمه ايه؟ بيستخدمه النجار في قطع الخشب، بيستخدمه النجار في قطع الخشب. يبقى هنا وسط الكلمة فيه ايه؟ مد بالألف مع الشين، من شار، من شار. طيب هنا شي بعديها كسرة مد بالياء، شي ها شي. تعالوا نشوف كلمة ايه؟ ها مش حرف الشين، اسمه شين برضو فيه مد بالياء، يبقى اسمي حرف الشين بيقول ايه؟ اسمي شين. يبقى شين كلمة شين بنكتبها ازاي؟ شين كسرة وبعديها مد بالياء نون، يبقى ده اسم ايه؟ اسم حرف الشين فيه مد بالياء شين. شو شو، تعالوا نشوف هنا. يا ترى كلنا عارفين النبات ده؟ النبات ده كلنا بناكله، طعمه جميل ومفيد جدا للجسم، اسمه ايه؟ خرشوف، خرشوف، خرشو شو، سامعين صوت المد بالواو؟ شو. يبقى تاني يا اصحابي، شين فتحه مد بالالف شا شا، شين كسره مد بالياء شي شي، شين ضمه مد بالواو شو شو، يبقى شا شي شو، شا من شار، شي شين، شو خرشوف. تعالوا نشوف يا أصحابي تمرين حلل إلى حروف. هنا عندنا كلمة شجرة، هنرجع كل حرف الأصل، الشين طبق صغير طبق صغير فوق السطر، طبق كبير تحت السطر ما ننساش عليه الفتحة. الجيم هترجع لأصلها، شرطة طايرة فوق السطر، نص دايرة كبيرة ما ننساش جواها نقطة. بعدين حرف الراء سنة صغيرة فوق السطر وبتزحلق، والتاء المربوطة دايرة وعليها نقطتين. أما كلمة شراع، ها الشين طبق صغير طبق صغير طبق كبير تحت السطر وما ننساش الكسرة، را الراء عليها فتحة، وبعدين المد بالألف، وآخر حاجة العين ترجع لأصلها. كده يا أصحابي نكون خلصنا حرف الشين، وأشوفكم إن شاء الله في حرف جديد من حروف اللغة العربية.